بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جينا هنا صباحا في الخليوات القطيرة. الحمد لله رب العالمين، بداية بتاعت موسم مبشرة جدا جدا. واهو عينك سرك زي ما قالوا. شوفوا القطعة دي يا جماعة، هاي عرفتها؟ شوفوا القطعة دي نمازي يعني، والكلام كله زي ده. شوف القطعة دي يا حوتة احمد عقرب. استمتعنا مع انه الجو غيمة وكده، مفروض السمك ما ياكل معانا، لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. دي هداه لكل متابعي جروبات الصيد، مجان صيد وهوات الصيد في السودان والمنتدى السوداني لصيد الاسماك والتلتاوي على الواتس والفيس، والاخوان في الادمي في مجان صيد، والاخو علي زهران والاستاذ عماد صاحب قناه الفهم ومنشورة، والرئيس احمد عقرب وبقيه الصيادين في مجان صيد، والاستاذ الاعضاء كلكم. والله دي منطقه الخلوات، منطقة جميلة. شوفوا المقازة، شوفوا المقازة يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. وشوفوا المقازة الثانية، شوفوا المقازة، شوفوا المقازة دي الشغلة هنا في منطقة الخلوات، وإن شاء الله يشرفونا الإخوة المصريين، وعلى رأسنا إن شاء الله يجوا البلد دي ويستمتعوا بخيرات السودان. ودال الإخوة خارج السودان كلهم كيف؟ أبو كيف دي 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 هدية الروسي. أيوة دي تديها للروسي هجام، قول له دي وديها للمالح. أي عليك الله. شوف الشغل ده للأرباب، عين البياضة وعين الحمار ده، عيونه سنونه، عين الشغل ده، عين الشغل ده عليك. ما شاء الله ده طبعا الرئيس عوض. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. صل على النبي، ما شاء الله.